بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحيي شعبنا الليبي العظيم في هذه الأيام المباركة على صموده وعلى تضحياته وعلى صبره، ولكن اللي اليوم نحكولهم عليها هي قصة المحافظة على أنفسهم من مرض كورونا. أنتوا عارفين كيف انتشر المرض في سبها، وبدأت الناس تجامل وينسحبوا من سبها ويجوا للمنطقة الشرقية. درنا تعليمات البقاء في أماكنهم، ولكن الناس ما هيش فاهمة. وهنا حقيقة بنوضح للشعب أن راهو الحالات تم تزيد في ليبيا، على مستوى ليبيا بالكامل حوالي 484 حالة. هذين الإجمالي الحالات، الحالات النشطة 398، الشفاء منها 76، الوفيات 10. هذا على مستوى ليبيا حقيقة رقم بدأ يخوف، رقم خيالي. نحن شعبنا لما قلنا لهم التزموا بيوتكم، طلعوا في الشوارع وقعدوا يحرقوا في العجل وقعدوا يديروا في مظاهرات، على ما ندير فيه؟ دير فينا روحك انت، راك مريض انت. الآن المرض راهو في شوارع بنغازي. نحن ما نبوش نسكروا عليكم لأي غرض آخر، نحن نبوكم انتم بروحكم اللي تديروا الحظر وتقفلوا على أنفسكم في بيوتكم. انتوا حتى اللي يطلع منكم يبي يسوق المول ياخذ معاه الوليه والعويل وكلهم يقعدوا يدعكوا على الكاسه بتاع التخليص. مو تمشي تجيب ضاحتك بسرعه 5 دقائق وتطلع وتديروا التباعد الاجتماعي اللي بينكم. الا مصرين انكم انتوا تطلعوا في مظاهرات وتطلعوا في كذا. تفضلوا تو الان في بنغازي في حاله تبيع في مصنع، الله اعلم العدد اللي منتشر فيه الكلام هذا تو. وفي منطقه السلماني، يعني الشعب يفترض انه يوعى في هذه الظروف. ما يستقبل حد جاي من اي مدينه اخرى مهما يكون قريبه، لانك انت بتحافظ على اولادك وعلى روحك، تحافظ على جيرانك. شو ذنبي انا ساكن وجاري جاي يضيف؟ انا ما عنديش علم، ما نبيش نستقبل حد جاري ما حتى هو ما يستقبلش. جاك واحد قريب حوله على اللجان الحصر هذين نتاع اللي ياخذ في التحاليل والعينات، اذا كان سليم بعد 14 يوم يجي يقعد عندك في الحوش. لكن غير هيك يفترض انك في الحظر. حاولنا نحن الفترة اللي فاتت، وكان مجهودات صراحة اللجان الطبية والأطباء كان مجهوداتهم كبيرة وكانت سليمة الأمور، ما فيش حاجة. اللي يجوا عن طريق مساعد ولا يجوا عن طريق الطيران كلها في سيطرة بالكامل. ولكن للأسف لما صارت العملية في سبها وقدروا يجوا، صحيح هم أهلنا مواطنينا، ولكن يجوا للحاضر طول، يجوا اللي يقعد في مكان الحجر الصحي. لكن ما يجي يكسر في الحشان، وفي اللي يقعد يهدد يقول ما يقربني حد وما يخش علي حد. في النهايه بكر راهو الشرطه موجوده والجيش موجود، مش تعاملوا معك بعنف. نحن زي ما تعاملت الصين مع سكانها، كيف تاخذ فيهم يد وكراه. شفتوا الكلام هذا في التلفزيونات؟ نحن نبوكم انتم تفهموا، انتم اللي تقدروا الموقف هذا. راهو الموقف خطير في بنغازي، اصبح خطير. ارجوكم يا رب بنغازي، الشعب الليبي في ليبيا بالكامل، انكم تحافظوا على ارواحكم. مش معقولة يعني نكملوا حروب ونكملوا مرض. شنو انت طالع؟ ليش طالع يا سيدي؟ انت فيه مرض اكرس في حوشك، حتى كانك مسلم اقتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انك ما تطلعش من المنطقة اللي فيها الموبوءة ولا تجيها. ولكن هذه ما حضرنا فيكم بصراحة، غريب غريب يعني. احنا نحضروا فيكم والتحذير، نقول لكم الله ما اعذر من انذر يعني. انظرناكم ان راه الموقف في بنغازي خطير، راه ينتشر عندكم المرض. نحن غير مسؤولين عليه امام الله وامام الشعب، عليكم انكم انتم تلتزموا. نحن نديروا في كل مجهوداتنا اللي عندنا، سواء الشرطه في الشوارع، سواء المستشفيات، الطواقم الطبيه، يعني كل العمل قائم على قدم وساق. ولكن انتم اللي تديروا في الاختراقات هذه، انتم اللي تخشوا في المولات جميعا، انتم اللي تقعدوا مبعثكم في الشوارع تقول تحدوا تحدوا فينا. نحن تحدوا بينكم بين مرض كورونا، نحن مش حنكلموك. لكن راهو في خطر دائم جايكم، يا تلتزموا تبقوا في بيوتكم وتخفوا من الحركه الا لحاجات ضروريه، والا راهو نقول لكم راهو انذار خطير وانذار يعلم الله ان شاء الله ربي يجيب العواقب سليمه زي ما يقول. ارجو انكم انتم تاخذوا الحيطه والحذر، لان الناس راهو بصراحه مش معبره الموضوع هذا. نحن غير في المنطقة الشرقية، أنا عندنا 7 حالات في بنغازي وستة في مستشفى منصورة اللي هو في شحال، هذين حالات مصابة. غير أن نحن رانا عند الآن قدمنا خدمات لهذا العالم اللي برا 12,000، هذوما درنا لهم فحوصات وتم فحصهم.
لكن واحد يجي يكرس ويقول لك لا انا ما تقرب الحبل، اللي الراجل اللي يسوق حتى لما كلموه قال لا ما تديروا الشوشه خلوني قاعد ما فيه شيء. نين جو خذوه وعلى حصوه لقوه هو وهلا والدنيا كلها عندهم. فنتمنى على شعبنا في بنغازي ان هو صبر على الارهاب وكافح الارهاب، صبر على المشاكل واجدة، صبر على السيولة، يصبر على المرض هذا نفتكه من المرحلة. اصبروا علينا يعني، رغم ما ينفع كم تطلع توه في الشارع بعد تنشرها في هلا وتنشرها في الدنيا كلها. بعد اسبوعين اخرى تلقى روحك منقرضين في بنغازي. لا سمح الله. اتمنى لكم الشفاء ان شاء الله وربي يهنيكم وبس زيدوا حافظوا. تفضل سيادة الوزير. شكرا سيادة الفريق، بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. الوضع الحالي للجائحة يعني أصبح ينذر بالخطر. الكلام اللي يقولوا فيه الآن ليس الغرض منه إرهاب الناس ولا تخويفهم ولا لأي أسباب أمنية، بعض يقول أن ربما في ما هو خفي واتخاذ الموضوع الجائحة سبب لتضييق على الناس، راه الموضوع بعيد عن هذا الأمر تماما. اللجنة العليا واللجان الفرعية واللجان التقصي واللجنة الاستشارية قامت بما عليها، وكما أسلف سيد الفريق قدمت خدمات لـ 12 ألف شخص تقريبا من العالقين ومن غيرهم. الحظر بين المدن كان مطبق على أكمل وجه إلى أن تم العدوان على بعض المدن في المنطقة الغربية واضطر سكانها للنزوح تحت وقع الإرهاب والجرائم اللي تعرض لها، فتسلل من بين من بعض المناطق الموبوءة وادخلوا وأصبحوا يشكلوا خطر. المطلوب من الناس الآن كل حد وصل فيه حد من المناطق اللي هي مصابة يجب الإبلاغ عنه فورا، يجب أخذ الحيطة في التعامل. الإجراء القادم قد يكون في حظر شامل إذا استمر هذا التراخي من الناس. نحن أيضا منعا لأي ظنون، اللجنة لا تطلب أي إمكانيات ولا دعم مادي ولا غيره. اللجنة تحذركم وتنبهكم أن الخطر داهم وأنه أصبح الآن موجود بيننا. الحالة اللي تحدث عنها سيد الفريق هذا سائق في إحدى الشركات وانتقل بين أكثر من 200 شخص، ولنا أن نتصور حجم الإصابات لا قدر الله إذا ثبت أنهم أصيبوا نتيجة مخالطتهم لهذه الحالة. يعني التنبيه من خطر داهم قائم حاليا موجود بيننا. أصحاب المحلات الكبيرة، أصحاب الأنشطة الاقتصادية يجب عليهم تطبيق ما سبق أن نبهنا عليه بأن كلهم يستعملوا وسائل الوقاية، وإلا إذا اضطرت اللجنة لاتخاذ إجراء قفل ما فيش حد يجي يحتج ولا يعترض ولا يقول لك أنا قلتوا لي. انتبه ونبه الناس، انت رب مصدر رزقك وانا بقول شكر عليك، ولكن ايضا ساعدنا وساعد الناس وساعد منطقتك ومدينتك اللي اصبحت مهدده الان بوباء خطير. ايضا اللي بقوله للناس الظنون والشكوك ووباء كورونا غير موجود وهو محض افتراء ومحض كذا، هو موجود ويشكل خطر واصبح خطر حقيقي وموجود بيننا الان. يعلم الله بمدى انتشاره، لكن اللجان تعمل عليه. نحن لم نهمل ولم نقصر، طبقنا حرفيا كل مصادر عن اللجنة، ولكن الظروف الدولية اللي أجبرت بعض المدن نتيجة العدوان اللي حدث أن هي تهجر إلى المناطق الشرقية، دخلوا معها بعض الأشخاص من مناطق موبوءة والناس أيضا تراخت في الإبلاغ عنها. بلغ من فضلك إذا جاك حد، إذا ترى أن في حالة ربما فيها شك بلغ، نحن موجودين. هل تعلموا أن فيه أكثر من 45 شرطي الآن في الحجر الصحي نتيجة قيامهم بالتعامل مع الحالات اللي ثبت أن هي موجبة؟ هذوم الشرطة يأدوا في واجبهم، هم وصارهم أصبحوا في خطر. يعني نحن ما نبغى هذه الأمور تتكرر. نسأل الله السلامة لوطننا والنصر لجيشنا، ونسأل الله أن تمر هذه الجائحة على خير وأن نخرج منها بأقل الأضرار. شكرا.